طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: الحوثيون يجمعون الأموال لمواجهة كورونا. طبيبة يمنية: إذا وصل الوباء سنوسع القبور فقط. ومن موقع الدي دبليو: هل ينجح الفيروس في وقف إراقة الدماء في اليمن وليبيا؟ أهلا بكم. ما الذي يحدث لثروة اليمن من مخطوطات كتبها الأولون وحفظتها الأجيال إلى أن جاء جيل تحكم فيها ميليشيا تقدس الجهل وتحارب التعليم وتفجر مبانيه وتمزق ما حفظ الدهر وفقا لموقع يمن مونيتور؟ الحوثيون يعبثون بالمخطوطات التاريخية. قال الموقع إن هناك حالة عبث بالمخطوطات تجلت أخيرا من خلال تمكنهم لعدة جهات وبشكل غير رسمي أو قانوني من العبث بمحفوظات دار المخطوطات عبر إرسال فريق إلى الدار بأهداف غير معلومة وغير واضحة. تأتي هذه الوفود إلى الدار في وقت أصبح فيه أغلب الموظفين ممنوعين من دخول الدار وممارسة أعمالهم. ونقل الموقع تصريحات وزارة الثقافة الرسمية والتي حملت فيها جماعة الحوثي مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء. وأعربت الوزارة عن أملها في أن تقوم منظمة اليونسيف بالإشراف أو اليونسكو عفوا بالإشراف على جماعة الحوثي للحفاظ على سلامة المخطوطات. السؤال الذي يطرح نفسه دائما في مثل هذه الإشارات هو: أين الوطن العربي من كل هذه الأحداث المزلزلة؟ وهل استطاع أن يستفيد من تجارب الشعوب؟ هكذا يتساءل الدكتور عبد العزيز المقالح في مقال تنشره بلقيس وهذا جزء منه. تجربة الصين خاصة أقرب إلى واقعنا، وفي إمكانها مساعدة أقطارنا العربية على تجاوز حالة الركود والضعف في نموها. والمهم أن تتجلى رغبة التغيير والشعور المسؤول بتجاوز ما تراكم على طريقنا من معوقات. وإذا كان العالم قد توقف طويلا عند وباء كورونا في شكله القديم، فإن المقلق والمثير للخوف أن يتم الحديث عن ظهور فيروس جديد في الصين وإمكانية عبوره الحدود وإقلاق العالم والشعوب النامية على وجه التحديد هذه التطورات السلبية وما يتفرع عنها، وما يدعو إلى القلق أكثر فأكثر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يكف يوميا عن إجراء مؤتمرات صحفية يبرز فيها دور دولته العظمى ويبدي حرصه الشديد على البحث في مخازن الأسلحة الفيروسية عن حلول تعيد إلى العالم الأمان. وليت ذلك الموقف يكون صادقا من أجل حال الشعوب التي شغلتها أحاديث الأوبئة عن متابعة التطور والانطلاق نحو الأهداف التي توقف الاهتمام بها طوال الانشغال بوباء كورونا وأمثاله. وبما أن الصين هي عنوان هذا الحديث وموضوعه الأساسي، فإن علينا ألا نخرج عنه بالانتقال السريع إلى الأمر الواقع. وسبق لي أن استعرت من أبي الطيب بيته الشعري المعروف والمتداول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فمن حق الشعوب أن تتعب وأن تقاوم وأن تتصدى للمعوقات الصادرة عن الذات والصادرة من خارج الذات. خلال السنوات الماضية كانت المعارك تدور في مختلف الجبهات، وكان الجنود يلتحقون بالمعسكرات في اليوم الأول، وفي اليوم الذي يليه يجدون أنفسهم في الجبهات. ولكن محافظة يمنية تمكنت من منح طلاب كلية عسكرية وقتهم الكافي للتأهل، وبعد 4 أعوام تخرجت أول دفعة وفقا لموقع الصحونت. تخرج أول دفعة من كلية الشرطة في حضرموت، وقد تخرجت أول دفعة من منتسبي كلية الشرطة في محافظة حضرموت بحضور قيادات عسكرية وأمنية وقيادات السلطة المحلية في المحافظة. محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني شهد حفل التخرج وخاطب الخريجين.
إننا على يقين تام بأنكم ستضعون نصب أعينكم أمانة الوطن وأمنه، وستكونون القوة التي تقف إلى جانب العدل والعين الساهرة على أمن المواطن. النتائج عكست التزام الدفعة الأولى، حيث نجح جميع الملتحقين، فقد تقدم 139 طالبا للامتحان، نجح جميعهم، وحصل 40 طالبا على تقدير امتياز، وحصل 80 طالبا على تقدير جيد جدا، فيما حصل 11 طالبا على تقدير جيد. واحدا من أبرز الاستثمارات الموجودة في صنعاء فندق موفنبيك، والذي ظل لفترة طويلة من أفضل الأماكن التي تستقبل وفود اليمن، وجدت ميليشيا الحوثي فرصة لمصادرة هذا المبنى الذي أقيم بمال خاص. وعنونا موقع المصدر أونلاين: اقتناص الفرصة، الحوثيون يفتحون حسابا خاصا بالتبرعات لمواجهة كورونا، ويستحوذون على فندق موفنبيك للحجر الصحي. وفقا للموقع، فقد أعلن أحد قيادات الميليشيا بدء مصادرة الفندق، وقال عبد الحكيم الكحلاني: بدأنا بإجراءات تجهيز فندق موفنبيك لاستخدامه للحجر الصحي لمواجهة الفيروس. وفي الجانب المالي، أعلنت ميليشيا الحوثي فتح حساب خاص في البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرتهم من أجل استقبال التبرعات لما أسموه مواجهة وباء كورونا. ويرى مراقبون أن فتح هذا الحساب يأتي ضمن سياسة الجماعة لاستغلال أي أزمة وأي مناسبة لجمع الأموال. إنهم يقتلون الخيول، تحت هذا العنوان كتب الأردني معنا البياري، قاله المنشور في العرب الجديد، معلقا حول قصف اسطبل خيول في صنعاء من قبل التحالف. وعلق الكاتب مضيفا: ليس ضرابا ما جرى في الاسطبل الصنعاني، وإنما جريمة قتل، كما التي يواظب فاعلوها على ارتكاب مثلها في قتل يمنيين فقراء في بيوتهم في الجبال والوديان والقرى. والفاعلون في الإشارة هذه هم الطرفان المتحاربان. لم تكن الخيول في ساح الحرب حتى تحارب، وكيف لها أن تحارب صواريخ وقذائف ساحتها السماء؟ والخيول عامة أوجز أمل دنقل القول عنها في قصيدة سماها الخيول: الفتوحات في الأرض مكتوبة بدماء الخيول، وحدود الممالك رسمتها السنابك. والعربية السعودية لما صارت رسمت حدودها السنابك، وهذه في معاجم العربية تعني أطراف حوافر الخيل. لما كان فرسان يصنعون مقطعا من تاريخ استجد في صحاري العرب، قامت بعده المملكة التي نعرف قبل 82 عاما. والفروسية ليست شمائل تخص من يركبون الجياد وحدهم، وإنما أيضا من يتحلون بشمائل معلومة غير التي في الذين بلا بصر ولا بصيرة. وأدموا تلك الخيول في عاصمة اليمن. وفي الحديث النبوي: الخيل معقود في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة. والحديث الشريف يشرح في هذا، وله رواية أخرى لمسلم: الخير معقوص بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله، بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. لم يغنم قاتلو الجياد في الاعتداءات الصاروخية في مساء صنعاني قبل أيام سوى الهجاء الذي يحسن أن يرمون به بالخسة ونقصان المروءة، فيما الخيل لا نعرفها في موروثنا العربي الكثير وفي ثقافات أمم غيرنا إلا بالبسالة والعلو. أنا مستعدة للتضحية بحياتي من أجل إنقاذ مرضى فيروس كورونا في حال وصل إلى اليمن، مثلما ساعدت المرضى من أوبئة أخرى والجرحى طوال فترة الحرب، سأفعل نفس الأمر مع هذا الوباء ما دمت على قيد الحياة. هذا ما تحدثت به الطبيبة أسمهان علي السياني إلى موقع ارفع صوتك، والذي عنوان: طبيبة يمنية إذا وصل كورونا سنوسع القبور فقط. تقول أسمهان التي تعمل في مستشفى الثورة بتعز: إذا وصل كورونا لليمن لن يكون بوسعنا سوى توسيعة القبور. الرسالة الوحيدة والشيء الوحيد الذي نستطيع عمله هو المناشدة لإغلاق الحدود والحجر الاختياري للمواطنين في منازلهم. أقامت أسمهان داخل المستشفى منذ سبتمبر 2015 وحتى نهاية 2017، ورغم أن السكن كان يستهدف بمختلف القذائف، لكن لا بديل أمامها على الرغم من مرور أكثر من عام لم ترى خلالها أمها وأسرتها.
ومن الأحداث التي تتذكرها أسمهان ما وقع ذات يوم، فبينما كانت تمر في قسم الطوارئ استوقفها شاب جريح وخاطبها: يا دكتورة أنقذيني بقطرة دم. ثم أغمض عينيه فيما يشبه الإغماء. كانت نسبة دم الطبيبة منخفضة لأنها سبق وأن تبرعت الكثيرين، تقول: فصيلة دمها نادرة، نصحني الزملاء ألا أتبرع بالمزيد من الدم، لكنني صممت على أن أنقذ حياته. بعدها أطلقت أسمهان حملة في المدينة للتبرع بالدم تحت عنوان: أنقذوني بقطرة دم. منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على صنعاء تراجعت الحركة الفنية بصورة كبيرة، ووقع عدد من الفنانين بين القتل وبين الاعتقال، وقد تم منع العديد من الفنانين من الغناء في مناطق كثيرة. ويأتي كورونا ليضيف سببا آخر، وتعنون صحيفة العرب الجديد: كورونا وفنانو اليمن، الفيروس يفرض بطالة إجبارية. قال التقرير الذي أعد من صنعاء، حيث تسيطر ميليشيا الحوثي على مناحي الحياة، إن الحوثيين قرروا إغلاق صالات الأعراس أمام مناسبات الأفراح والمآتم لمنع الازدحام. وفقا للتقرير، فقد أسهم ذلك في خلق أزمة فنية غير مسبوقة انعكست سلبا على الفنانين والفرق العازفة معهم، ودفعت الكثير منهم إجباريا إلى رصيف البطالة. وإن بدا ذلك مؤقتا لكون الأعراس هي المصدر الوحيد للدخل، وتوقفها يعني أن يضاف عدد منهم إلى قائمة تضم حاليا 75% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، هي قائمة الفقراء. كذلك فإن تلك الإجراءات تساهم في حرمان متذوقي الفن اليمني من الاستماع المباشر إلى فنانيهم المفضلين وأغانيهم الخاصة. وفقا لفنان تحدث للتقرير، فهذا يعود بالتاريخ عقودا إلى الوراء، إلى ما قبل إنشاء صالات الأعراس في تسعينيات القرن الماضي، حين كانت المنازل تفي بغرض الحفلة. عن الحياة الجديدة التي صنعها الانترنت، وكيف تحول الإنسان من كائن اجتماعي إلى العزلة التامة، يكتب إبراهيم جابر إبراهيم مقاله المنشور في صحيفة الغد. لا توجد حارة، الحارة يمكن صناعتها الآن بإنشاء جروب واتساب أو مجموعة مغلقة على الفيسبوك تتجول فيها وأنت في عزلتك، هجرتك، منفاك المصنوع على هواك. يهرب الفرد من إنسانيته الجمعية إلى أضيق استخدام ممكن لفكرة الاتصال. يختفي الجار وتختفي النافذة وتنسحب ساحة البيت لصالح العواطف المبرمجة التي تختصر لسان وشفتين والأصابع بالماوس. تكفي نقرات قليلة على الكيبورد لتكون قد قمت بالواجب وأتممت صلة الرحم، وتقوم الرسالة الخلوية مكان القبلات وأحضان العيد. يصير الساكن جزءا من الأثاث، وتهرب الضحكة الواسعة لصالح ضحك إلكتروني تبثه كائنات الديجيتال، وتختفي الجدران المكتظة باللوحات والبراويز لصالح صور مختارة تعلق على ناصية الهوم بيج أو الديسكتوب. يتعولب الإنسان في مساحة مجردة من الذاكرة، تستهين بحماقات العائلة وترهات الطفولة ونزق الأصدقاء وشقائهم وشقاوتهم، مساحة تمجد اليد التي تسارع لإغلاق النافذة إن انسرب منها صوت الحياة المارق في علبة من الأسمنت المسلح. لا تنشط الحياة بقدر ما تتلوى على ذاتها وتقرض أطرافها وتتغذى على غياب الآخرين. بالتدريج تموت فكرة العائلة، وكل فرد يلقى للحياة ليتلقاها وحده، وعليه أن يخوض معاركه الضارية معها داخل علبته، حيث لا يصل صراخه إلى أحد ولا تلمس ذراعه إن امتدت غير قفل العلبة المجاورة. لا أحد يصغي لأكثر من انصفاق الباب خلفه متلفتا كأنما بأطرافه من فم وحش يعض عمره الطري. وهكذا تتكون العائلة الجديدة من علب لها أرقامها السرية التي لا تنفتح بضحكة أو لمسة أو ضمة ورد عند الباب. مع جائحة فيروس كورونا، فإن الأسوأ لم يأتي بعد في البلدان التي تشهد صراعات. وفقا لصحيفة فرنسية تابعت تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعنونت صحيفة ويست فرانس الفرنسية،
كورونا. الأمم المتحدة تحذر بأن الأسوأ لم يأتي بعد في البلدان التي تشهد صراعات. وفي مقدمته للتقرير حول التقدم المحرز منذ بداية الوباء في 23 مارس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك فرصة للسلام لكننا بعيدون عنها والحاجة ملحة. إن عاصفة كوفيد-19 تتجه الآن نحو جميع مسارح الصراع. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: أظهر الفيروس مدى سرعة عبوره الحدود وتدمير الدول وتعطيل الأرواح، والأسوأ لم يأتي بعد. وفقا له، فقد أعرب عدد كبير من أطراف النزاع عن موافقتهم على وقف الأعمال العدائية، ولا سيما في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وليبيا وبورما والفلبين وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن. وقال مشيرا إلى أن البلدان التي اشتدت فيها الصراعات لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التصريحات والأفعال، بين تحويل الكلمات إلى سلام على الأرض في حياة الناس. وقال التقرير الذي ترجم لصالح قناة بلقيس إن غوتيريش لم يذكر أي دولة على وجه الخصوص، لكن العديد من الدول انخرطت في صراعات بعضها بالوكالة منذ سنوات في سوريا وليبيا واليمن. مع انتشار جائحة كورونا عالميا وحصدها عشرات الآلاف من الأرواح، تتزايد المخاوف من انتشار الوباء داخل الدول التي تشهد نزاعات ما يهدد حياة الملايين هناك. فهل من الممكن أن يساعد الفيروس في وقف الحرب في ليبيا أو اليمن مثلا؟ موقع ألماني يعنون: كورونا والصراعات العربية، هل ينجح الفيروس في وقف إراقة الدماء؟ وقال الموقع الألماني متحدثا عن اليمن: إنه من المفارقات العجيبة واللافتة أن بلدا فقيرا مثل اليمن يعاني ويلات الحرب والصراع والتفشي المتكرر للأوبئة، يعيش سليما معافى حتى اليوم من فيروس كورونا. وقال الموقع أن هناك مخاوف متكررة وتحذيرات من أنه في حال وصول الفيروس إلى البلد سيكون له تبعات ونتائج كارثية في شتى المجالات. وعن إمكانية السلام، أكدت الأمم المتحدة أن جهودا مكثفة تبذل من أجل إنهاء الحرب في اليمن. وقالت المنظمة إنها والحلفاء الغربيين يستشهدون بالخطر الماثل من وباء كورونا لدفع الطرفين المتحاربين في اليمن نحو محادثات جديدة لإنهاء الحرب. خوفا من فيروس كورونا، اختبأ البشر في منازلهم ببريطانيا وغيرها من الدول، فخرجت الحيوانات إلى الشوارع دون أن تجد من يعترضها. مجموعة من الماعز تواجدت في شوارع ويلز، تتابعها في جولتنا المصورة من صحيفة الجارديان. عدد من رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من هذا اليوم. بهذه الرسومات نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.